وقعت مراكز الرعاية الصحية الأولية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة زين الرائدة في مجال الاتصالات وجمعية الصم البحرينية، وذلك بهدف التعاون المشترك بين جميع الأطراف لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لفئة الصم في مملكة البحرين. نعم، بهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة لولو شويتر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية أن الاتفاقية تركز على تيسير الخدمات الطبية الخاصة بفئة الصم، بالإضافة إلى العمل على مواصلة دمج فئة الصم في المجتمع وتعزيز الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال توفير أحدث التكنولوجيا المقدمة، ومشيدة بهذا التعاون الذي يؤكد تطبيق مبادئ الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يحقق رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين. من جانبه عبر السيد محمد زين العابدين المدير المنتدب لشركة زين عن سعادته بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية وجمعية الصم البحرينية، مشيرا إلى أن شركة زين تتمتع بعلاقات شراكة طويلة الأمد مع مختلف القطاعات في المملكة، وستواصل هذا التعاون الذي من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع البحريني. هذه الاتفاقية اتفاقية مهمة جدا بالنسبة لشركة زين، فهي جزء من المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة، والتعاون الاجتماعي جزء لا يتجزأ من ضمن خطة زين للتنمية وخطة زين لتطوير البيئة اللي تعمل فيها هني. فهذه الشراكة راح إن شاء الله تطلع بثمارها عما قريب بمنتجات مفيدة لكل الأطراف ولكل الفئات، خاصة الفئات اللي مو مشمولة حاليا بالخدمات. فالهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هي أن كل الفئات تكون مشمولة بالخدمات والتقنية اللي موجودة. الحمد لله اليوم تم توقيع اتفاقية مع شركة زين، وهي لتقديم الخدمات الصحية بالتعاون مع شركة زين لشمل أكبر فئة من المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات الصحية. فإن شاء الله بالتكنولوجيا والتطوير بالتعاون مع شركة زين بنشمل أكبر فئة من المجتمع في خدماتنا الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية. أشكر المراكز الصحية الرعاية الصحية الأولية وكذلك شركة زين البحرين وجمعية الصم البحرينية للتعاون وتوقيع الاتفاقية في هذا اليوم، كذلك الدعم من شركة زين، وهذا راح يحل جميع المشاكل اللي يحتاجونها الصم، وإحنا سعيدين وننظر المستقبل إلى جميع الوزارات أن تنفذ مثل هذا المشروع إن شاء الله. هذا المشروع الأول من نوعه في مملكة البحرين، إحنا سعيدين مثل إطلاق هذا المشروع. شكرا لكم.